خلينا نروح لأرض المونديال عبر سكايب الصحفي والناقد الرياضي الأستاذ حسام نبي. أستاذ حسام ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا بك يا كابتن اسلام وبالكباتن الضيوف الكبار اللي معاك في الاستوديو وبالساده مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. اهلا وسهلا بحضرتك، تحياتي كابتن محمود صالح وكابتن اسامة عرابي لي. اهلا وسهلا بالنجوم الكبار منورين الاستوديو. الله يخليك. الله يخليك. الله يخليك. طيب استاذ حسام، يعني في البدايه كلمنا عن الاجواء، خاصه احنا عارفين ان الجاليه المصريه عامله اجواء مبهره في استقبال ومسانده النادي الاهلي. بكل تأكيد يا كابتن إسلام الأجواء هنا أكثر من رائعة وتدعو للتفاؤل تماما. أيوة. استقبال النادي الأهلي زي ما أنت شفت كان أسطوري. النهاردة بايرن ميونخ بنجومه وبكل مصادر قوته وصل إلى الدوحة النهاردة، وكان في رابطة جماهير مستنياه، بس كانت لا تقارن برابطة جماهير الأهلي. الأهلي كان الاستقبال مشرف جدا 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 زي ما كل الناس شافت الاستقبال في مطار الدوحة. وكما اللعيبة بتستعد في الملعب، رابطة الجماهير بتستعد أيضا للمواجهة التاريخية مع بايرن ميونخ يوم الاثنين إن شاء الله. استعدوا إزاي؟ احكي لنا كده بالظبط. اتفضل. في اجتماعات كتيرة مستمرة، في تنسيق، في استعداد لبرنامج محطوط، خطة محطوطة إزاي هنشجع التوقيت الفلاني، هنرفع يافطة علم لكي يظهر الجماهير بصورة مشرفة جدا زي ما حصل في مباراة الدحيل في استاد المدينة التعليمية. الصوره كانت مشرفه جدا ومصدر فخر لينا جميعا كمصريين. واحب اقول لك برضه كابتن اسلام، يعني اهم ما يميز مباراه الاثنين ان شاء الله والذي سيشع الجماهير مدرجات الدرجه الثالثه شمال في المباراه هو ممكن حضور الكابتن محمد ابو تريكه. اللجنه العليا للمشاريع والارث اصدرت فيديو من شويه ان الكابتن محمد ابو تريكه هيكون متواجد في اللجنه في مدرجات الدرجه الثالثه شمال، وده طبعا هيزيد بالحماس ويلهب حماس الجماهير في المباراه المرتقبه. طبعا وجود الكابتن محمد ابو تريكه اعتقد هيدي دافع كبير جدا. طبعا 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 يا كابتن، وطبعا انت زي ما حضرتك عارف الساعه الاستيعابيه لاستاد الاهلي الاستاد احمد بن علي. احد الاستادات المونديالية اللي هيستضيف اللقاء ان شاء الله حوالي 40,000. المصرح ليهم فقط 30%، يعني حوالي 13,500 مشجع. كلنا متوقعين ان جماهير الاهلي ستتفوق على جماهير بايرن ميونخ في هذا اللقاء التاريخي. طبعا لا يقل عن حوالي 9,000 جمهور اهلاوي هيكون متواجد ان شاء الله في مباراه بايرن ميونخ. الجماهير كلها لا حديث، وده حدث نادر برضه يا استاذ حسام ان جمهور يتفوق على جمهور نادي افضل. أيوة اكبر. اتفضل. ايوه طبعا يا كابتن، وجماهير بايرن ميونخ هنا له قاعده جماهيريه كبيره. بايرن ميونخ بقى له 10 سنين بيعمل معسكرات شتويه هنا في قطر تحديدا، يعني في اكاديميه سباير. فطبعا ليه كون قاعده جماهيريه كويسه، بس جماهير المصريه هنا والجاليه المصريه هنا مديها اهتمام كبير جدا 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 للبطوله دي، ومديها اهتمام كبير جدا جدا للنادي الاهلي. وان شاء الله الجماهير بتستعد من دلوقتي، بتعد الدقائق والساعات يا كابتن. التليفونات اللي بتجي لنا مش عاوز اقول لك، عاوزين تذاكر. لو الملعب في توقيت افضل من توقيت كورونا كون على ثقه تماما ان ال 40,000 هيكونوا موجودين، وهيكون 99% منهم جمهور الاهلي. وان شاء الله بدعم جماهير الاهلي وبالثقه الكبيره وبالتفاؤل اللي احنا فيه ان شاء الله نقدر ان شاء الله الاهلي ان هو يحقق الفوز في المباراه ان شاء الله. اخيرا يا استاذ حسام، تاخر بعثه بايرن ميونخ اكثر من مره، هل ده من الممكن ان هو يؤثر عليهم بشان المباراه ولا لا؟ نتمنى. بايرن ميونخ اتاخر اكثر من 7 ساعات، كان المفروض يوصل الساعه 7 الصبح النهارده، وصل الساعه 4. كان عنده مباراه صعبه امبارح في الدوري، فهيتمرن تمرين وحيد فقط قبل المباراه. دي كلها عوامل نتمنى انها تكون في صالح الاهلي، ولكن انت عارف دي بطوله كبيره، كل لعيب بيدي فوق طاقته، وكل لعيب بيدي 100% من مستواه في الملعب. ان شاء الله احنا متفائلين، الجاليه المصريه هنا في الدوحه متفائله جدا، وهناك ثقه كبيره جدا في لعيبه الاهلي وفي نجوم الاهلي، وان شاء الله بروح الفانيلا الحمراء وبالثقه الكبيره وبشخصيه البطل اللي بيتمتع بيها فريق الاهلي وبدعم جماهيره والجاليه المصريه هنا في الدوحه. أيوه. ان شاء الله يحقق الفوز ان شاء الله. الفرحه كانت كبيره جدا يا كابتن اسلام في ماتش الاهلي والدحيل. انا عاوز اقول لك انا شخصيا كان ليا تجربه ان احنا كمجموعه صحفيين ركننا سياراتنا ورحنا المباراه عن طريق المترو، استمتعنا باجواء الجماهير بالهتافات، القطرين كانوا بيصوروا الجماهير، جمهور الاهلي عمل حاله جميله جدا 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 قبل المباراه واثناء المباراه وبعد المباراه. الفرحه انتشرت في كل الدوحه، انتشرت في كورنيش الدوحه، الناس احتفلت، الجماهير احتفلت احتفاليه كبيره جدا. انا يعني الاهلي قدر فعلا ان هو يرسم الفرحه على وجوه كل الاهلاويه هنا في قطر، وان شاء الله
يوم الاثنين هيرسم الفرحه على كل وجوه الاهلاويه من المحيط الى الخليج وليس في قطر فقط. احنا ثقتنا كبيره والجماهير هنا كل حديثها عن المباراه، وان شاء الله الحضور الجماهيري هيكون مميز جدا والشكل هيكون مشرف جدا زي ما حصل في مباراه الاهلي والدحيل ان شاء الله، والصوره كانت مشرفه لينا كلنا كمصريين، والجماهير ضربت اروع الامثله في الالتزام بالتدابير الاحترازيه وبالتشجيع المثالي والوقوف خلف فريقها لغايه ما ان شاء الله الحمد لله نجحنا في الفوز على الدحيل، وان شاء الله الاهلي ينجح بالفوز ان شاء الله على بايرن ميونخ ان شاء الله. الاهلي دايما مفرحنا وبيخلينا دايما فخورين بان احنا بنشجع اسم هذا النادي العريق والكبير، الأستاذ حسام نبوي الصحفي والناقد الرياضي، أنا بشكرك شكرا جزيلا.